أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسل محمد علي من الزلفي يقول: حججت بنسائي وانضمت إليهم عجوز لا محرم لها، أنفقت عليها حتى أدت مناسك الحج ورجعت إلى بلدها وهي مع نسائي، هل يلحقني إثم في ذلك؟ وماذا على تلك المرأة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لا للحج ولا لغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وفي الحج يقول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يغزو مع الجيش وأن امرأته خرجت حاجة، فقال: اذهب فحج مع امرأتك. فلا بد من وجود المحرم، وخروجها مع جماعة من النساء لا يكفي عن وجود المحرم، فهي آثمة بحجها بدون محرم سواء كانت صغيرة أو كبيرة لعموم الأحاديث، ولكن حجها صحيح إذا أدت المناسك، فحجها صحيح لكن مع الإثم، فعليها التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل. نعم.